سندهم عيسي عضل غضنا ولما نزيت وسن هبي السوزني ذشنا وزدغر من سندو تقسيد وثغرا ميلهما يغين ذي انتو يفرو هذي انتو يفرو صرف لي كبا بينهما صرف لي كبا بينهما السندو الرسوم التي تظهر على شكل طلاء هي رسوم قديمة، لكن لا نعلم كيف تم صناعة هذا الطلاء القوي لهذه الدرجة ليصمد كل هذه السنين. وقت كيفاش قدر يرسم حركة يعني تطل فيها تفهمها؟ شكون قال لك بلي هذا الشيرة؟ طل في الحركة كيفاش رسم؟ شفتوا هذا الراس نتاعو؟ شفتوا هذا؟ ها ها صح يبان هايلك كبيرة أبديسة كبيرة أبديسة ها 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 مدينة كهوف في العالم فقط، بل هي أكبر متحف للرسومات ما قبل التاريخ، فيها أكثر من 15,000 رسم والنقوش هذوك على الصخور. تسمى حاجة عظيمة، حاجة كبيرة بزاف. واش راكم تشوفوا لهنا؟ إذا لاحظتوا في بعض الأحيان تشوفوا رسومات لحيوانات، بعض الأحيان لبشر، وفي بعض الأحيان رسومات ما هي بشر ما هي حيوانات، شغل واحد المزيج. هاد الحاجة اللي خلات سيفار شغل لغز. Thank you.
شافوا له، هذا هو الصح. وهذا وقتاش اكتشفوا هذا؟ اكتشف هذاك الاركيولوج هذاك المعروف ولا هذاك الباركناس ولا لا؟ وهذا واش من عام كيديكوبراهم هذا جبري؟ اوه حسنا مازال مازلت انا درك عندي 60 سنه. هيا يا يحيى قل لنا ما هذا؟ يا سبحان الله اشرح لكم ما يوجد هنا. هيا اشرح لنا. تعالوا اقتربوا. نعم هذا هو بمعنى الاله الاعظم.